السلام عليكم. تعرف مدينة بسكرة عملية نتاع ترميم وتجديد وخلق فضاءات حضارية وعمرانية كثيرة في وسط مدينة بسكرة ومن حولها، في عملية تاع تهيئة عامة يعني على المداخل الشمالي والمدخل الجنوبي، وفي عدة حدائق راهي قيد يعني التهيئة والتجديد، وفي إذن عملية كبيرة. من بين هذه المناطق اللي راهي في قيد التهيئة، في عملية أنت تحويل جزء كبير من مدرسة صغار مكفوفين ببسكرة إلى حديقة عمومية، كانت فيه فضاء كبير داخل المدرسة هذه تاع المكفوفين، تم تحويله إلى حديقة، والآن الحديقة هذه راهي تعرف مراحل جد متقدمة من تهيئتها، واللي تنضاف إلى الحدائق التي تم تهيئتها كحديقة أول نوفمبر وحدائق أخرى في أحياء أخرى. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول هذه الحديقة اللي محاذية الآن بالمدرسة نتاع صغار مكفوفين في مدينة بسكرة، ونخليكم تابعوا الفيديو. والسلام عليكم. Gracias.